قصتنا من أغرب القصص، تلاقينا وما أصعب اللقاب، تا انساكي ما عندي فرص، ونكملنا قلوب انحرقا. عشقنا بعض ضعنا بهالدنيا، كذبنا كذبة وبدنا نصدقها، كل دقيقة عشناها سنين، والسعادة سرقة نسرقة. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي تأخرتي؟ حبك محرم علي تأخرتي. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي حبك محرم علي تأخرتي؟ يا حبيبتي قصتنا من أغرب القصص. تفضل خويش. عفيفي؟ نعم. أنا مجرم شي؟ لا أبداً، للظروف أحكام. قصدك إنه الظروف عملتني مجرم، ما هيك؟ دخيلك يا خواجة، ما بدي أحكي بهالموضوع. كل مرة بتسألني سؤالات وأنا بصير حاول، وحضرتك بتزعل مني، بتفهمني غلط. أنا مش مجرم، أنا مثل ما قلتي أنت، الظروف خلتني بعض الأوقات أتصرف بأساوي، بس بأكد لك أنا مش مجرم. بعرف يا خواجة، أنا رجع على المطبخ حضر الأكل. تعرفي يا عفيفة، كل شي بقدر أتحمله إلا أنه نسرين وولادي اكتشفوا الحقيقة اللي صرنا مخبينا من زمان. هلا هي أصلاً حقيقة ما حدا رح يفهمها. بتعرفي ليش؟ لأن حقيقة بشعة وظروفها صعبة وغامضة، وأنا بوقتها ما كنت قادر أتصرف غير هيك. مع العمر الحقيقة بتتغير وبتاخد وجوه تاني، بس بالأساس هي ما كانت هيك. أمل ما كانت الضحية وأنا الجلاد، هي ابتزتني وهي جبرتني إني أتصرف بشكل ما بيشبهني. بس الوقت بيمرق وبيمحي كل التفاصيل وبيغير الحقيقة. مشان هيك أنا خايف، أنا خايف من ردة فعل نسرين وولادي، خايف يا عفيفي. إن شاء الله كل شي بيخلص على سلامة، ما تعتل هم.
أمل خربت لي بيتي وبعدها عم تخربوا لهلا. مشان هيك لازم تنزت بالحبس. إن شاء الله يكون عادل عم يعرف يتصرف مثل ما وصيته. ليش؟ بشو وصيته لعادل؟ عفيفة روحي حضر الأكل. حاضر. جد بليز روح على البيت. رجع أنا لازم أبقى مع أمل. لازم أبقى معها لكانت رجعت بتيتا وعادل. أمل منا منيحة أبداً وما بتنترك لحالها. طبيعي حالك. بحبك. عنك عنيدة ومجنونة. بس بحبك كثير. وأنا بحبك. بليز روح. وقف مع رمزي وخليه رايق، أوكي؟ أنا رح أبقى هون مع أمل. وليد، شو بدك مني؟ أنا ما بدي منك شي ليندا، كل اللي بدي إياه بس اللي أحس فيكي. واضح إنك خيفانة مني، عم تقولي براسك ما لازم أوثق فيه. هذا الشاب عامل حاله بحبني، بتضحك علي لحتى ياخد لي مصرياتي. أول شي هذه إهانة كبيرة لإلي، لأني مني شحاد ولا محتاج لحدا. بحب ذكرك انه انت اللي قلتي لي عن مشروع النادي بالاول. ثقي فيي ليندا. انا جاوبيني، فيك توثقي فيي؟ ما في ضل لحد كل الوقت عم جرب برر حالي قدامك. رياض بيكون زوج بنت ابني. وثلاثتنا عايشين بفرد بيت. وما قلنا حدا بدنا الا بعضنا. رياض يتيم. وحفيدتي كمان يتيمة. شو صار؟ رياض يتيم لأنه ماتت أمه بالسرطان. وبيو مات من زمان. كان رياض بعده طفل صغير. كمان بيو صار له جلطة بالدماغ مثل ما صار مع رياض وراح فيها. هيدي بيقولوا لها مرض بالوراثي، يعني بيصيب كل العيلة اللي هني فيها. بس مثل ما انه مبين على الجتة انه رياض ما مات من الفيلش. رياض مات مقطع شرايين ايده. مزبوط. رياض ما كان قادر يتحمل وضعه الصحي من بعد الفليش. كان عطول زعلان ويبكي ويقول انه لازم يموت احسن له. جبني له صحن فيه تفاح مع سكين وشرني له تفاحات. ما اكل، حطيناهن على الكومود. بس اللي ما عم بقدر افهمه انه كيف قدر يتحرك وحده على التخت وياخد السكين ويندحر. هيدا كله بالسكين تقشير التفاح؟ شو عم بتقشر التفاح بالخنجر ولا بالسطور؟ لا سيدنا، سكين عادي. ولحو السكين بعده بالأوضة. تركنا كل شيء وحملناه وركدنا فيه على المستشفى بركي بنخلصه. القصة مش كتير ظابطة ستي. الخبرية مش هيك مع بعضها. لا، مش منطقية الخبرية. معك حق سيدنا. أنا وقت اللي جيت شفته كان جسمه عم يرجف. كان كل جسمه عم يرجف وبعد في نفس، بس وضعه كان كتير صعب. وحسيت إذا بدي أتركه وأنطر الإسعاف ليوصل ما رح يضاين. أنا بحبه كتير لرياض وبيشفق قلبي عليه. أنا كنت دايما أهتم فيه من وقت ما صارت معه هيدي الجلطة. أنت مين بتكون لإله؟
أنا بشتغل عند خواجة رمزي بالبيت، رجال مقتدر بيساعد الفقراء والأيتام، ورياض وأمل مرته من هودي الأيتام اللي كان يساعدهم، ويطلب مني أنا ومرتي إنه نسأل عنهم دايماً، وكان يبعث لهم مصاري. مشان هيك أمل اتصلت فيي أنا وقالت لي عجل، رياض انتحر ومات. تعجبت كتير بالأول إنه رياض ما فيه يتحرك، كيف ممكن يقدر ينتحر؟ كيف بده يوصل للسكين أصلاً لينتحر وهو نص مشلول؟ لا أنا وعم شيله لأخده على المستشفى، قالت لي مرته أمل إنه مات، لشو أخده؟ هو كان بعده طيب ما مات، كان جسمه كله عم يرجف وواضح إنه ما مات. تعجبت كتير، بس حملته بالقوة وجبته على المستشفى لهون. هلا بظن إنه على الطريق مات معي وما عاد يتحرك. أنت بتعرف شي عن مشاكل صايرة معه من قبل هو ومرته؟ أكيد، أمل مريضة نفسياً وعنده قصص مش طبيعية أبداً، ونحن كلنا بالضيعة عم نعرفها، بتعمل مشاكل كتير، ومن وقت ما جوزها رياض مرض وهي ما بتهتم فيه أبداً. كان دايماً تقول ما ممكن كمل حياتي مع رجال مش طالع من أمره شي. مبارح قالت إنه أنا بدي ولاد، بدي أعمل عائلة، بدي أخلص من رياض. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك على وقفتك معنا، يعني لولا منك ما بعرف شو كان ممكن يصير فينا. انت مثل ابني وأعز. حبيبي في أخبار كتير حلوة. خير؟ بعرف إنه أنت زعلان مني، بس أنت حبيبي، يعني لو شو ما صار رح تضلك حبيبي حتى لو زعلان مني. أنا ما عندي حدا غيرك تقله وأحكي له لما أكون متضايقة أو حتى مبسوطة. طب خير، خبريني شو في، صاير شي جديد مع بودي؟ إيه، لقيوا كاميرا مصورة بالحي، والهيئة لقطة شاب كان على الموتو طلع لعند ريم بذات وقت حصول الجريمة، وبعدها نزل بسرعة وهرب. يا عال كتر خير الله، يعني هلأ منشوف التحقيق شو بيقول وإن شاء الله بيثبت براءته. معك حق، التحقيق رح يبين كل شيء. أنت مش على أساس نازل؟ مش كان بدك تنزل اليوم؟ إيه هيك على أساس حبيبي، بس صراحة صار شغلة هون بالضيعة، شو اسمه، رياض جوزة لأمل هذا المفلوج لقيوه مشكوك بالسكين وميت، ففي فرضية بتقول إنه انتحر، وفي فرضية تانية بتقول إنه أمل هي اللي قتلته، يعني الشغلة مشربكة شوي ببعضها. إنه بفهم إنه القصة مشربكة وما بتنترك، بس الشيء اللي ما عم بفهمه من أي متى أنت بتهتم بقصص الضيعة، بقصص مين انتحر ومين مات؟ مهتم لأنه شغلة إلها علاقة فينا وبالبابا، مش رح فيني أفسر لك هلأ كل الموضوع، بس شوفي خبري. طيب بطلع أنا لعندك اليوم بعد الظهر وبنزل عشية؟ أكيد، إذا هون تتضايق تسوقي لهون كل هالمسافة. أنا بس بدي أشوفك، ما هم من الشي غير إنه أشوفك وأحكي معك وأتأكد إنك منك زعلان مني، وشوفك عم تضحك لي وبس. طيب يلا اطلعي. يلا 10 دقايق بمرق على البيت بشوف إذا بدهم شي وبخبرهم هيدا الخبرية الحلوة وبطلع لعندك. أوكي، سوقي على مهلك وتبعي على الطريق. يلا باي. Thank you.
تشربي مي حبيبي، تشربي هذا مي وسكر، لازم تشربي. إذا الطفل اللي خلفته بعده عايش بيكون ناعمة ونقمة بنفس الوقت، عرفتي كيف؟ ناعمة إنه بعده عايش، بس شو بعمل إذا لقيته؟ كيف بجيبه لعندي؟ كيف بربي؟ عاسم مين بيكون؟ شو بقول للناس؟ لا لا مش عم تزبط، ما في شي عم يزبط. مش مزبوط. هلأ صار في فحوصات الدي ان اي، تعملوا الفحوصات وبيو مجبور يعترف فيه ويحطوا على اسمه. انت ما بتعرف رمزة، رمزة مستعد يقتلنا كلنا وما بيقبل انه ينفضح ويحط الطفل على اسمه. انت ما بتتعلمي تحفظي لسانك يا بنت؟ هيك بيحكوا عن الخواجة يلي ايده بتمك من يوم اللي انفضحتي، هو اللي ستر فضيحتك؟ انت مين سمح لك تتسمى علينا عادل؟ انا عم بحكي مع عمل، لأنه ممنوع تحكي عن الخواجة هيك. ما خصك أما شو بتحكي عن الخواجة، هيدا بيتها وكل إنسان حر يحكي اللي بده إياه ببيته. بعدين هيدا أوضة نوم، يا ريت بتدق على الباب قبل ما تفوت، في ست عايشة بهالبيت، ما هيك عادل؟ أمل حاطة ست سنين جوا ونزلي فيها حكي برا طعمي عن الخواجة، يكون بعلمك إنه القصة صارت كبيرة كتير، ويكون بعلمك إنه القصة صار فيها قتيل هلا، وأمل رح تروح عالتحقيق، ويكون بعلمك إذا حط الخواجة براسه الجريمة رح تلبسكن لبس. صار لي بحذركن من وقت ما تجوز الخواجة وطلع لهون، وأنا بحذر فيكن وأنتو ما عبالكن بال. تفضلي هلا لحقي لشوف شو بتعملي. بس أنت بتعرف إنه أمل مش هي اللي قتلته الرياض، هو انتحر، صدقني هيدي هي الحقيقة. للأسف عبلة، الحقيقة بقلية مش هي المهمة. وشو المهم لك يعني يا أستاذ عادل؟ قلي إذا الحقيقة مش هي المهمة شو المهم؟ كنت عم بقلها العبلة إنه القصة فيها جريمة قتل والقصة كبيرة. القصة كتير واضحة، رياض انتحر. حاج تهدد الله يخليك، حاج رايح جاي عم بتهدد بهالمرة الختيارة وأمل المعترة. عيب رجال محترم مثلك يهدد نسوان ضعاف هيك قاعدين لوحدهم ما في مين يدافع عنهم. هودي يمكن الشرطة أخذوا رقمي لحتى يتواصلوا معنا لهم. ألو؟ أي نعم، أهلا وسهلا سيدنا، ناطرينك سيدنا، جايين ياخذوا أمل على التحقيق. ما تخافوا، هيدا تحقيق طبيعي بيعملوه مع كل الناس اللي بيكونوا موجودين بساحة الجريمة. ستنا خليني وصلك على البيت، مش حلوة تكوني هون ويوصلوا الشرطة. شو الحلو لكان؟ اترك أمل وستة هون لحالهم؟ عادل؟ ليه عندي إحساس إنه كل شي منيح عم تعمله أنت ورمزي مع هالعيلة مش لهدف إنساني؟ كل شي عم تدفعوه كرمال شي تاني؟ مقابيل سكوتهم يمكن؟ لتعودوا عن شي صاير من زمان؟ روح على البيت عادل، روح قل له لرمزي ما يخاف علي، هيدي شغلتي. ياما أنا واقفة مع نسوان مظلومين بالمحاكم والحبوسة، رح أتصل بمحامي من محامين الجمعية ليوقف حد أمل. روح ما تخاف علي، روح. جايين يخلونا من الشرطة؟ ما تخافي أمل، أنا حدك ورح يكون معنا محامي كمان، وإذا كنت بريئة ما حدا رح يمزيكي. شو عفيفة؟ هي أمي. شو بك نقصتك؟ من شو خايفة؟ لا مش خايفة، ليش في شي جديد؟ ما بعرف والله، أنا بدي أسألك إذا في شي جديد. عادل يحوي مع الجماعة وبيعرف كل التفاصيل، ما هيك؟ ما حكيته لأعرف شو صار. أنت وعادل مش بس بتعرفوا التفاصيل، أنتوا مشاركين كمان بالقصة.
شو قصدك يا خواجة؟ أنا ما بعرف شي ولا عادل، نحنا ما خصنا بشي، نحنا ناس بنشتغل بهالبيت هيدا ومستورين، وما بيهمنا شي غير إنه نكون مستورين وبس. حلو واحد يكون عم يشتغل وهو مستور، بس مش حلو إنه يرفع الغطا عن غيره، مش هيك؟ شو بتعرفي عن قصة أمل عفيفة؟ شو بتعرفي عن اللي صار مع أمل من زمان؟ أنا ما بعرف شي يا خواجة، أنا وعادل مأمورين وما خصنا بشي أبدا. يعني هلأ إذا بجي أنا بليك روح اقتلي وسيم بس تضلك مستورة، تروح بتقتلي عفيفة؟ إحنا مش قتلين يا خواجة، إحنا مش مجرمين أبدا، مش عاملين شي يغضب ربنا، وإذا مضايقينك بوجودنا هون مستعدين نمشي هلأ، بس مش مستعدين نتحمل كل هالإهانات. يا عفيفي ما تبكي، الله يخليكي ما تبكي. هيدا ظلم، والله العظيم ظلم. نحن ناس مأمورين وما خصنا بشي، ولا مرة عملنا شي عاطل، والخواجة جات بيعرف إنه نحن ما بنقسي عادة. بس بتستروا وبتمشوا مع قرارات الخواجة رمز الظالمة، هذا يمكن يلي عم بجرب يقوله الخواجة جات. أنا شفت كيف اليوم الخواجة رمز كان عم بجرب يشيع إنه أمل هي اللي قتلت جوزة، وكيف قال له لعادل يروح ينفذ الخطة، وعادل راح وأكيد نفذ الخطة وساعده لحتى يظلموا أمل. مش مزبوط. بلا مزبوط. عمي عادل بضل يقول لي عمول حالك مش شايف شي وما تحكي شي كرمال ما نخسر شغلنا. أنا صراحة ضعت، مش عارف بقى إذا معه حق أو لا. أكيد مش منيح إنه نخسر شغلنا، بس كمان مش منيح إنه نخسر ضميرنا وإنسانيتنا كرمال ما نخسر شغلنا. الوضع كتير صعب خالتي عفيفة، كتير. شو بيك جد؟ في شي جديد؟ خبرني بابا، خبرني كل شي، بدي أعرف الحقيقة لو شو ما كانت. أنا ابنك ورح ضل واقف حدك لو شو ما صار، بس أنا لازم أعرف الحقيقة. كل شي مثل شو؟ شو اللي بريحك تعرفه جد؟ بريحك تعرف إنه أنا مجرم مثلا؟ لا مش هيك قصدي أبدا، بس لازم أعرف الحقيقة. أنا متأكد إنه عادل مخبى كتير قصص، بس مش عم بقدر أعرف شو هي. هو عفيفة كل ما أطلع بوجهن بلاقي حزن وبلاقي خوف ومش عم بعرف من شو. أوكي قبل كنت صغير ما كان حقي أعرف وأتدخل بكل هالمواضيع، بس هلأ كبرت وأنا ابنك رح ضل واقف حدك رغم كل الظروف والمصاعب. ما عندي مصاعب لحتى توقف حدي فيها. اللي نسرين وين؟ بابا أنا يا بدي أتدخل بكل شردي وويردي بهالعائلة، يا ما راح أتدخل بشي أبداً بقى، راح أسحب إيدي من كل شي. بعد شوي جاي سيلا بدها تشوفني وتقعد معي، بتمنى أنه ما تعرف شي عن كل هالمواضيع. خواجة رمزي قول عادل قول. الست نسرين بدها تروح على التحقيق مع أمل، وكلت لها محامي ورح لاقيهم على المخفى. شو صاير لها نسرين؟ شو صاير لها شو؟ الهيدي هي رسالتها وشغلتها بالحياة، كل عمرها توقف حد النسوان المعنفة والمظلومة. خلص خلصنا بقى.
خوج رمزي بك شي؟ بابا شو بك؟ ما بدي شي. شو بك؟ شو حاسس؟ ماشي ماشي، اتركوني اتركوني، ما بدي شي. ليش عم بتحط ايدك على صدرك؟ حاسس بشي؟ بطلب لك حكيم؟ حاسس انه في حدا عم يشتغل ضدي، حاسس انه في حدا عم يشتغل ضدي بالمخفي ليسرق سعادتي ورياحتي. من وقت ما تجوزت نسرين كل المصايب نازلة على راسي فرد مرة. ولادي ضد عرسي، مصايب جينا وجوزة، مصايب سيلة وخية وأهلها، مصايب أهلها لنسرين، مصيبة بي اللي رجع من الموت لينزع لي حياتي، وهلأ مصيبة أمل. ليش؟ ليش المصايب كلها ليش؟ لأني قررت إنه أعيش كم سنة أنبسط فيهم قبل ما أموت. ليش يا ناس؟ شو بدي أتحمل لأتحمل؟ ما تعبت؟ أنا كبرت، كبرت وقضيت حياتي بالقهر والعذاب والوحدة والخوف، الخوف على أولادي اللي حرقت حياتي كرمالهم. يا بابا شو بيك؟ صدرك عم يوجعك؟ عادل دق للحكيم هلأ بسرعة. لا 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 لا، هلأ برتاح، هلأ برتاح، هلأ برجع برتاح. نسرين رح ترجع لي، نسرين رح ترجع لي وتعتذر مني كمان لما تعرف انه ظلمتني، وانا رح اقبل اعتذارها لاني مغروم فيها، مغروم فيها كتير. عادل خليك ورا نسرين، راقبها واحميها، فاهم عادل؟ خلص خواجه، هلا باكل لقمه وبرجع بروح على بيت امل. انت عملت اللازم مع المستشفى والبوليس؟ نعم خواجه، عملت اللي قلت لي عنه. طيب روح وضل طمني. ايه طيب خواجه. يلا رح حيك. يلا تحكي أمل. يا أمل ما تخافي، بتروحي لهونيك وبتخبري كل شي بتعرفيه مع كل التفاصيل بدون كذب، فاهمة؟ أنت رح تروحي معي؟ أكيد. أنا رح أقول للجيران إنه رياض مات، بس ما بنعرف أمتى رح يعطونا إياه لندفنه. بس نصير هونيك رح نعرف. مهم انت خبر الناس انه مات لحتى يجوا يوقفوا حدك. مين بده يجي يوقف حدنا؟ نحن قبل هلا ورمزي ما كان عم بحاربنا وما حدا كان يسال عنا، هلا بدهم يجوا؟ كوني اكيده انه رح ندفن رياض لوحدنا. مش مهم الناس امل، مهم نحن نكون مرتاحين مع حالنا ويكون ضميرنا مرتاح. يلا انتبه على حالك تيتا، نحن راجعين. روق عم عادل، روق. العوض بسلامتكم. كيف مات رياض؟ شو قصدك بالسؤال؟ ما قصدي شيء، سؤال عادي، السؤال الوحيد اللي بينسأل بهيك حالة. كيف مات؟ انتحر ولا انقتل؟ شو أنا محقق تعرف كيف مات؟ ما سألوك بالمستشفى؟ ما استجوبك البوليس؟ بلا، قلت لهم ما بعرف كيف مات، هيك قلت.
أنا 100 مرة قلت لك بدي أعيش بخوف ربي. بكفي اللي صار معنا، بكفي. بكفي بقى. بكفي ظلم مقابيل لقمة هالخبز اللي عم ناكلها، بكفي عادل، بكفي. هون ما في حدا، لا خدم ولا حدا، في أنا وأنت والحب اللي مش معنا. وليد أنا سكتي ليندا، سكتي وش كتر الحكي. شو بيك؟ قولي إنك بتحبيني. أكيد بحبك، بحبك كتير. أنا وأنت منعرف كتير منيح إنه البابا قاسي وإنه معقول يعمل. جينا، البابا قاسي إيه، بس مش معناتها إنه مجرم. بتعرف كتير منيح إنه البابا ما بيقتل طفل صغير، فكيف بالأحرى إذا كان هيدا الطفل ابنه؟ هول الأخبار اللي عم تخبرهم أمل مش مزبوطين، أمل مجنونة. البابا ما بيقتل طفل صغير. بإيده لا، أكيد مش رح يقتل، بس بجوز يكون طلب من حدا ينفذ. اسكتي جينا، شو بكن صرتوا كلكم بدكم تكذبوا البابا وتصدقوا أمل؟ ما زال أمل عم تتهم البابا إنه قتل أمي. بإيده لا، بس بجوز يكون طلب من حدا ينفذ. شو عم تقولي أنت؟ شو صاير لك؟ ما أنا بذكر كتير منيح كيف ماتت أمي. كيف؟ شو كيف؟ جنيتي أنت؟ ما كنت أنا حد النهر عم بلعب وتفركشت وقعت بالنهر وزتت حالها هي وراي تتخلصني؟ ليه بدك ترجعي تفتحي هذا الموضوع هلا؟ شو اللزوم؟ لأنه عبالي أتذكر، لأنه بدي أتذكر وما عم بقدر، وأنت بتعرف كتير منيح هيدا الشيء. جينا شو صاير لك؟ أنت بتعرفي كل الخبرية مشان هيك صرتي تاخدي أدوية. أنت شفتي الماما عم تغرق قدام عيونك، مشان هيك صرتي مريضة. من وقت ما شفتي الماما ماتت قدامك. بس أنا مش عم بتذكرها. أنا بعرفها على الخبرية. مش عم تتذكريها لأنه دماغك ما بده يتذكرها. مش هيك كان يقلك البسيكولوج من انت وصغيرة؟ أنا كل اللي بعرفه إنه البابا قاسي وبلا قلب، هذا يلي بعرفه وبس. هلأ صرت ضد البابا؟ ليش؟ لأنه ما بدي إياك تحبي وسيم، ما هيك؟ البابا رجال قاسي كتير وأنا صرت خاف منه. شوف شو عمل بيوسف، شوف كيف عم بيتعامل معه. وصلوا لمرحلة خليه يفقد أعصابه. يوسف فقد أعصابه أصلاً من ورا البابا. أول ما تجوزنا يوسف ما كان عاطل، البابا خليه يصير عاطل، خليه ينتقم مني، كان عم ينتقم من البابا فيي. حلو كتير، حلو. هلأ صرتي أنت بدك تبري له صفحته ليوسف وتعمليه ضحية البابا، مش ملاحظة أنه عم تزدوها شوي كلكون؟ جاد، أنا قادرة أحس بكل شي عم بيصير من حولي، عندي إحساس مرهف وقوي بكل شي عم بيصير. مش معناتها إذا باخد دواء أعصاب يعني صرت مجذوبة أو مجنونة. جينا أختي، ما حدا قال هيك. أنا بس اللي عم أقوله إنه أنت أعصابك بس تتعب بتصيري حتى حبك للنسرين شايفته، وعذابكم والصراع اللي جواتكم وبعدك عن سيلة، كل شي قادرة أشوفه وحس فيه جاد. شو عم تحكي أنت؟ الحقيقة. بس ما تخاف، انت خيي وبحبك قد الدنيا، ونسرين كمان بحبها قد الدنيا، وبعرف كتير منيح قد عم تتعذبوا. بعد خيي انا ما رح افتح تمي وما رح اقول شي لحدا، بس بليز انتبهوا على حالكم. برجع بذكرك انه البابا انسان قاسي، واذا حس على شي مش بعيد انه يرتكب جريمه. انا رايحه اشوف وسيم شوي، اذا شفت البابا اللي هي ندفع عني بدي روح اعتذر منه من الاهانات اللي عم توصله من البابا. ما بدي تتكرر قصة يوسف، ما بدي بعد فترة قصيرة يصير وسيم بسطوط بالحبس.
أنا كتير تعبانة، تعبت من يلي صار معي اليوم وأنتو نطرتوني برا 3 ساعات. أنا صار لي 3 ساعات بحكي مع المحامي، خبرته قصتي كلها، هلأ بتكون ياني أرجع عيد القصة كمان بعد مرة، والله تعبت. إذا حابة ترتاحي بتنامي عندنا الليلة وبترتاحي، بكرة بتقومي بتحكي. لا لا ما بدي نام هون. لكن تفضل احكي، نحن ناطرينك. شو بدي أقول؟ مين ضرب جوزك رياض بالسكين وقتله؟ هو اللي قتل حاله بالسكين من بعد اللي سمعه بالكم يوم اللي مرقه، هو نايم بتخته مفلوج من بعد المصايب يلي سمعها عني أنا مرته، وهو ما كان معه خبر فيها، خلته ينتحر. جوز انتحر بسببه، بسبب الحقيقة يلي اكتشفها وما كان معه خبر فيها. هو قتل حاله بالسكين، بس أنا قتلته بالأخبار يلي عرفها عني. شو سمع؟ خبرينا. حضرة الضابط، أنا كنت مخبية سر كبير بحياتي، بس هلأ خلص ما بقى فرقانة معي، بدي أحكي كل شي لأنه ما بقى عندي شي أخسره. قولي. أنا كنت على علاقة بالرجال اللي كنت أشتغل عنده، هو أكبر مني بكتير من عمر بي، يعني حبلت منه، صار بده يروح الولد ويشيله، أنا ما قبلت معه، قمت هربت. بس صار وقت إنه ولد، ضحك علي واستقبلني عنده بالبيت وساعدوه هول الشغيل اللي عنده، جابوا لي دية بالليل وخلفت هونيك، خلفت واختفى الطفل ما بعرفت عنه شي. ساعة بقول لي مرض ومات، ساعة بقول لي إذا بتفتح تمك بقتله مطرح ما هو. تتخيل حضرة الضابط، أنا خلفت ولد ما بعرف إذا صبي ولا بنت، والله ظلم. وبعدين أنا انهارت وعملوا فيي العمايل، عملوا لي عملية وجوزوني لرياض يلي ما بيعرف عني شي. رياض مفكر إنه هو أول رجال بحياتي. بعدين رمز تجوز وبطل بدي أسكت، صرت بدي أحكي قدام مرته الجديدة وبدي أفضحه، خليها تعرف إنه هيدا واحد مجرم وكذاب. رياض سمع كل القصة وانتحر. حضرة الضابط، بدي أقدم شكوى باختفاء طفل، وبدي أطلب أخلى سبيل بحق موكلتي لو سمحت. سجل عندك. ليش تأخرتي؟ يا ماما شو بارد؟ الهيئة بعدك زعلان مني صح؟ لا لا مش زعلان، بس هيك تعبان كتير. شو وين الكل؟ لهذا السؤال الجواب تبعه بده ياخد شوية وقت. إن شاء الله يكون كل شيء منيح. أنا جاي خبرك خبرية كتير كتير حلوة عن قضية بودي. قلت بشوفك على القليلة، أنا عم بضحك شوي.
عم تتخيل بودي يطلع بريء؟ مش عم صدق، هيدا حلم حياتي. بحس كل شي رح يصير أحسن، ما هيك؟ بودي هالمرة رح يطلع إنسان كتير غير ورح تتغير حياته كلها. إن شاء الله يا رب. ما قلت لي شو وين الكل؟ آه نسرين، شو منا هون بالبيت؟ لا يا حي، عند أمل، ما هي بتحب تساعد النسوان المقهورين والمظلومين، ومساقب النسوان كلها صاروا مظلومين بنظرها هلا. إبه هيدا مع حق. ألو، بحبك جاد، بحبك كتير. قصتنا من أغرب القصص، تلاقينا وما أصعب اللقاء، تا انساكي ما عندي فرص، ونكملنا قلوب انحرقا. عشقنا بعض ضعنا بهالدنيا، كذبنا كذبة وبدنا نصدقها، كل دقيقة عشناها سنين، والسعادة سرقة نسرقها. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي تأخرتي؟ حبك محرم علي، تأخرتي. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي؟ حبك محرم علي، تأخرتي. يا حبيبتي قصتنا من أغرب القصص.